Aperture MC LED Light RGB. تعال نشوف شنو هذا الاختراع. اول شغله راح نفتح الباكسات، خليها على صفحة. بعد ما فتحنا الباكس لقينا الجنطة هذه اللي يدخل بيها الـ LED. هذه الطريقة، هذه الجنطة تتعلق صفح. طبعا الـ LED هذا حجمه بقد الفيزا كارت. خلينا نشوف شنو بداخل الجنطة. That's got diffusion. الديفيوجن هذا تقدر تخلي بيه الـ LED يعطيك soft light أكثر، إضافة إلى USB Type-C. هذا الـ LED يشتغل ساعتين شحن، إضافة تقدر تخليه على الشحن تشتغل بيه يعني. هسه خلينا نوفر كل هذني. هذا الـ LED يشتغل على البلوتوث مع تطبيق على الأندرويد أو الآيفون، وتقدر تشغله بدون بلوتوث من هنا اون اوف. الـ LED حاليا 4%، اذا خليناها 100 هذه انارة هيوج. ها هسه راح اشوفكم اهم شغله بهذا اللايت وليش انا اشتريته. اشتريته لانه يدعم RGB لايت، مثلا جرين يلو بينك ريد بلو. هسه خليني اخليهم وراي اشوفكم ايش راح يصير. انا عندي بالباك جراوند لايت لكن الابيتشر اقوى لونه. تعال نشوف الباك جراوند شو راح نغير. جرين يلو ريد بلو، ونقدر نختار اي لون يعني. تشوفون تقدر تاخذ صورة لأي كلر ويتحول باللايت، مؤثرات اللايت أو الإفكت لايت، صعادات نارية. فلاش لايت أو فلاش كاميرا. فاير إفكت، إذا شلنا شعلة مثلا شايلين شعل بيدنا شعلة نار ظهر تأثيره. بوليس افكت او دورية مع الشرطة. لايت باري، هذا التأثير من تكون بحفلة وبيها انارة ميكس لايت، فهذا التأثير مالتها. فولتي بول، ابيتشر ام سي لايت سعره $90. تقدر تاخذه من الموقع نفسه او تقدر تطلبه من الامازون او تقدر من بي ان اتش او ادوراما او اي محل تصوير. وصلنا لنهايه الفيديو، لا تنسون سبسكرايب للقناه ومشاركه للفيديو، واذا عجبكم الفيديو تقدر تخلي لايك، واذا ما عجبك همنا مو مشكله، ونشوفكم بفيديو ثاني. مع السلامه.